مباشر من قصر السلم. شاعر صعب عبد الرحمن، احيي كل المشاركين في البرنامج وكل من ساهم في النجاح. كلميني عن الاكلات في الطريقه المهديه. في المهديه بالنسبه للاكل اعتمد على التعاون. من يكتب تاريخ ثورة 25 يناير باسل الأرض؟ وإننا من شاركوا في صنع الحدث. هذه الليلة لها مذاق مختلف ومذاق خاص. ليلة معجونة بالانتصارات. ليلة مسجل فيها ذكرى أول انتصار عسكري للعسكرية المصرية في العصر الحديث بالمعنى الشامل. هذه الليلة 10 رمضان. 10 رمضان يعني 6 أكتوبر 73 بالنسبة للمصريين. انتقل الاحتفال بهذه الليلة من 10 رمضان كيوم في ليالي شهر رمضان إلى ذكرى انتصار 6 أكتوبر. يسعدني في هذه الليلة أن يكون ضيف مقهى مصر المحروسة السيد اللواء أستاذ دكتور حسام أبو هاشيمي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، لكن المعنى الأول والمهم بالنسبة لنا جميعا أنه أحد أبطال حرب أكتوبر في كتيبة الصاعقة المصرية. في الصاعقة المصرية وما أدراك ما الصاعقة المصرية. الصاعقة المصرية حين نتحدث عنها نعني أننا نتحدث عن الكيان الذي زلزل العدو الصهيوني. أهلا بسيادة اللواء سامح أبو هشيمة، نجم وضيف شرف هذه الليلة، ونحن أيضا في انتظار السيد اللواء عبد المنعم سعيد أحد أبطال حرب أكتوبر وأحد المسؤولين في التخطيط لهذه الحرب وفي غرفة العمليات، لكنه الآن في التلفزيون المصري وسوف يأتينا مباشرة عبر انتهاء برنامج على الهواء، وسوف يأتي لنا لنواصل الاحتفال معه، بالإضافة إلى بروز العسكرية المصرية. يسعدنا الليلة أن يكون معنا واحد من فرسان شعر العامية المصرية، واحد من أصحاب البصمة المتميزة في قصيدة العامية المصرية، صديق الشاعر رجب الصاوي. نبدأ من 6 أكتوبر وسيادة اللواء سامح أبو هشيمة. في البداية كده عايز أسأل حضرتك سؤال بسيط، تحب نقول لك سيادة اللواء ولا سيادة الأستاذ الدكتور ولا المقاتل سامح أبو هشيمة؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. بداية أنا بعترض وبتحفظ على كلمة بطل من أبطال حرب أكتوبر، لأن الحاجة اللي لازم نقولها والحقيقة اللي لازم ندركها إن كان الشعب المصري كله بطل في حرب أكتوبر. أتحدى إن كان في بيت فيك يا مصر ما كانش فيه فرد بيحارب في حرب أكتوبر. ده مش كده وبس، ده أنا قلتها أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة. خدوا بالكم أنا يعني شغلتي الأساسية هي التاريخ العسكري. التاريخ العسكري إن أنا بدرس تقريبا كده بلا مبالغة، مش عاوز أكون مغرور، لكن تقريبا كده مفيش إن شاء الله على مر التاريخ حرب من الحروب في اي من القارات او اي من الدول انا ما درستهاش. ولكن مش مساله التاريخ العسكري هي اللي بتهمني هنا، اللي بيهمني هنا هو واقع حال الشعب المصري بطل حرب 73. انا قلتها قبل كده في التلفزيون وبقولها مره تانية، صاحب قرار الحرب معروف ان هو السادات، لكن اللي ادى الدافع والحافز، مش عاوز اقول انه ارغم السادات ولكنه دفع السادات لاتخاذ قرار الحرب هو الشعب. انا كنت ضابط صغير
وكنت في الصعقة وكنت بشوف المظاهرات في قلب قدام جامعة عين شمس وفي قدام الجامعات عاوزين نحارب. ده مش كده وبس، ده من قبل كمان أنور السادات، ده من 9 و10 يونيو 67 كان القرار اللي خد يوم 10 يونيو بالليل جمال عبد الناصر كان مبني على رد الشعب، لأن الشعب كلها كل الشعب هو اللي خرج في 9 و10 يونيو. وأكبر جمال عبد الناصر وأكبر القيادة السياسية بالكامل على إنها تقول الشعار اللي كلنا عارفينه، لا صوت يعلو على صوت المعركة. مفيش حاجة أهم على مصر من إنها تستعيد بالقوة ما سلب منها بالقوة. عشان كده كان كل الشعب المصري كان بطل حرب أكتوبر. المقاتل اللي كان في الجبهة كان بطل بأسلوبه وبقتاله وأعمال قتاله. الأهل في البلد في البيت أبويا وأمي اللي كانوا بيقفوا على يا جماعة ده احنا بنتكلم بس ده اللي كان بيشتري صابونة كان بيقف لها صف في الجمعية. ده كان جاي من ايه؟ مش من الفقر ولا من القلة، لكن اتحول كل اقتصاد مصر، كل اقتصاد مصر اتحول لان هو يكون لصالح اعادة بناء القوات المسلحة. وده كانت النقطة اللي هي اظهرت معدن الشعب ده، الشعب ده اللي ضحى عشان يبني ويعيد بناء قوات المسلحة. واحنا عندنا في التعريفات الاستراتيجية عندنا حاجة اسمها الهزيمة وعندنا حاجة اسمها احنا ليه سميناها نكسة وما سميناهاش هزيمة. هي دي النقطة اللي انا عايزها لكم. الشعب المصري رفض الهزيمة. اسرائيل ما قدرتش تفرض ارادتها لا على الشعب المصري ولا على القيادة السياسية، وارغمت ارغم الشعب المصري القيادة السياسية على انه وهو في قمة الهزيمة او قمة الفشل في انه يدير عملية استراتيجية دفاعية في انه هو يعيد بناء القوات المسلحة، يعيد التخطيط، وفي خلال 6 سنوات مرة تانية اقتحم اكبر مانع في تاريخ العسكرية العالمية، مانع خط برلين. احنا شفنا خطوط كتيرة اتعملت قبل كده، شفنا خط سيكفرد، خط ماجينو، ولكن هذا المانع كان مانع رهيب لانه كان مانع مركب ثلاثي الابعاد، كان في قناة سويس، ساتر ترابي، تحصينات من وراه، 3 حاجات، قناة ده مانع مائي ثم مانع ترابي او ساتر ترابي ثم نقط قوية وتحصينات قوية كانت بتمنع اي من يتخيل نفسه انه ممكن يعبر، لدرجة ان الخبراء السوفيت لما قالوا للرئيس رحمة الله عليه انور السادات قالوا له احنا انت محتاج قنبلة ذرية عشان تعبر خط برلين، لكن الحمد لله الشعب المصري نفسه كان هو القنبلة الذرية. هو خدوا بالكم احنا عندنا، معلش هطول سنة صغيرة، احنا عندنا لما بنيجي حاجة اسمها الردع النووي بنقول لك ان اول فشل للردع النووي هي قدرة الخصم على احتواء الضربة الاولى والقدرة الثانية على انه يوجه ضربة نووية للخصم بعد ما ياخد ضربته. اهو ده اللي حصل مع الشعب المصري. الشعب المصري احتوى ضربة العدوان الصهيوني على مصر وفي نفس الوقت اعاد بناء قوات، مش كده وبس، ده من عظمة القوات المسلحة المصرية ومن عظمة الشعب المصري ان خلال اقل من شهر كنا بنعمل راس العش. كان الملازم اول فتح عبد الله او النقيب فتح عبد الله ان دلوقتي اللي هو فتح عبد الله ربنا يديله الصحة طول العمر، عمل راس العش بسرية صعقة، بسرية صعقة كانوا مدعمينه بفصيلة دبابات، وقف كتيبة اسرائيلي بانها تخش جوه فؤاد، فسرية صعقة مع فصيلة دبابات وقفت كتيبة اسرائيلي مدعمة بالقوات الجوية والنيران المدفعية بانها تخش جوه فؤاد، وحتى بعد كده ما كانتش جوه فؤاد موجودة مع اليهود رغم انها من الضفة الشرقية لقناة السويس. ده مرجعه لايه؟ مرجعه للشعب المصري. الشعب المصري الولاد، الشعب المصري العنيد
المصر على انه يحافظ على كرامته، المصر على انه يحافظ على مكتسباته اللي حتى الان واللي شفناها سواء في الثورات الحديثه. انا مش هتكلم في الثورات الحديثه، هسيب غيري من السياسيين يتكلموا فيها، لكن انا عاوز اقول لكم ان الشعب المصري هو البطل. انا بدات من الاول عشان اقول لكم ان الشعب المصري هو البطل. مفيش واحد يدعي ان اول ضربه جويه فتحت باب الحريه، لا، الشعب المصري هو اللي عمل عام 73. انا هتكلم عن بيت واحد، والله انا بيتي كان فيه ثلاثه، ابويا وانا واخويا الله يرحمه، الله يرحمهم الاثنين، ثلاثه كنا في الحرب في بيت واحد. وانا يمكن قلتها في التلفزيون ولو حد شاف، كانت امي الله يرحمها ملكه جمال رجعت بيت وشها كرمش رغم انها صغيره، لان جالها السكر من لما بعد عنها ثلاثه من بيتها مره واحده. وده معناه ايه؟ معناه حتى الست المصريه ضحت. امي وانا في الحرب وكنت محاصر، لقيتها بعتالي فرخه محمره جوه، والله العظيم خلف خطوط العدو، والله صح ما جاتليش، لان هم كانوها بره وادوني العبر وقالوا لي امك بتسلم عليك، وحياه ربنا الله يرحمه اللي هو حسين عبد الهادي عمل كده. لكن يكفي ان امي بعتت لي في عز الحرب بعتت لي فرخه محمره. ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش حد في الشعب المصري مره ثانيه ما كانش بطل في حرب 73. دي النقطه الاولانيه، مش انا البطل، لا، كلنا الشعب المصري كان بطل. النقطه الثانيه، النهارده 10 رمضان، احنا بنحتفل ب 6 اكتوبر وده مفيش مشاكل، انما انا عايز اربط 10 رمضان. ماذا يعني 10 رمضان بالنسبه لنا احنا كعسكريين؟ احنا يا جماعه عندنا عقدتين، عندنا عقدتين، عقيده قتاليه وعقيده دينيه. اللي بيحرك اي مصري هي العقيده الدينيه. كلنا بنتمنى الشهاده. صحيح احنا كلنا عارفين كلام ربنا، لا تتمنوا لقاء العدو، او سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموه فاثبتوا واسالوا الله العافيه. ده كان مبدا عندنا كلنا. لكن في نفس الوقت المبدا القراني المعروف والعقيده الدينيه المعروفه، كتب عليكم القتال كما كتب على الذين قبلكم من قبلكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هي دي كانت عقيدتنا القتاليه. عقيدتنا القتاليه كانت النصر او الشهاده. وكنا بيني وبينك، والله العظيم هذا حصل، ما بحكيش حكايه قهاوي. انا كنت في السويس، وبعدين في خطه الخداع الاستراتيجي اللي انا ما كنتش عارفها، لان كنت عيل صغير، كنت ملازم اول، لقيتهم منزلين لي يوم تقريبا 27/9 او 28/9، منزلين لي فرقه هنا في القاهره في معهد المشاة. فنزلت الفرقه، وبعدين جيت تاني يوم اللي هو يعني كان الفرقه يوم قدمت نفسي يوم الخميس، وجاي يوم السبت عشان احضر بقى الفرقه، فقالوا لا الفرقه اتلغت وروح وروح الجيش. فروحت صدفه ان ابويا موجود الله يرحمه احسن اليه. خد بالك ان انا عزبته عشان الكلمه دي، والله العظيم هذا حصل، ما بحكي حكاوي قهاوي، انا بحكي حق صدق. قابلت ابويا قال لي ايه رجعت ليه؟ قلت له يظهر ان الفرقه اتلغت. قال لي اتلغت ليه؟ قلت له يظهر احنا هنحارب، والله العظيم هذا حصل. قلت له يظهر احنا هنحارب. قال لي طب وايه يعني فيها ايه؟ انت خايف تحارب؟ فانا عندي بعندي بقى، قلت له انت مش خايف عليا؟ والله العظيم هذا حصل، والله العظيم هذا حصل. قلت له انت مش خايف عليا؟ قال لي انا عندي ست، ناقص واحد يبقى شفاعه علينا يوم القيامه، والله العظيم هذا حصل. المهم خلصت الكلام، احنا قامت الحرب وبعدين حصلت الثوره، فاحنا الصعقه بنشتغل جوه الثوره، فبقينا جوه عتاقه خلف خطوط، لان يعني الثغره بقت عتاقه جوه الثغره. فانا كنت في الثغره، فجالي الله يرحمه محمد حسين عبد الهادي قائد الكتيبه، الله يرحمه واحسن اليه، بصيت لقيته بيجيب لي ورقه وقلم ومش مرايه، وخلي بالكم معايا ده كان القمحاوي بتاع نحو الاميه، لا ده جاب لي ورقه وقلم وقال لي اكتب جواب لابوك. فقلت له اكتب جواب لابوك، قال لي اه. قلت له اشمعنى يعني ايه الموضوع ان انا اكتب جواب لابوك؟ خد بالك ان قائد الكتيبه ما بيجيش جوه خلف خطوط، احنا الظباط الصغيره اللي بنخش خلف خطوط بناخد المهام ونخش كل واحد ينبت عند المهمه بتاعته، عشان في تصفيه الثغره كنا هنبقى ايه؟ كنا كل واحد هيجي مع الحته بتاعته ينفذها.
فقال لي خد التجار لابوك. قلت له لا لا لا، ابويا عارف ان انا في الحرب وابويا ما تقلقش، ابويا مستبيح. والله العظيم راح مطلع لي جواب من جيبه، والله العظيم هذا حصل، راح مطلع لي جواب من جيبه: السيد قائد الكتيبه، انا فلان الفلاني والد الملازم اول فلان الفلاني، انا الاعمار بيد الله وانا مش زعلان ولا حاجه، بس عاوز اطمئن اذا كان ابني عايش ولا ميت. قعدت اضحك وفرحت فرحه الدنيا ان ابويا كان بيحبني وانا مش زريان. خلاصه الكلام، هو دي العقيده الدينيه، هو دي العقيده الدينيه اللي اتربت في كل بيت مصري، في كل اسره مصريه. خدوا بالكم، بيتي مش غريب عن اي بيت، انا واثق ان كل بيت كان نفس الطريقه ان لم يكن اكتر. والله انا واثق ان كل بيت، انا لسه النهارده نبيل ابو النبي قايله في الجرنان، مش فاكر جرنان ايه، اعتقد البوابه، قايله برضو ان امه قالت له انت قاعد هنا زي قلتك واتهزمت في 67، كان هو لسه متخرج دفعه 50، متخرج دخل 67 العريش، رجع تاني جري، فامه قعدت تزل فيه، فراح رايح قال والله ما انا نازل غير لما نحرر سينا. فامه قلقت عليها الله يرحمها برضه، فراحت بعت جواب للوزير، فالوزير راح بعت قال هاتوا تراب الدوت، فراحوا جابوه فقالوا له يا ابني انت بتنزلش ليه؟ انت رافض تنزل ليه؟ قالوا لا اصل امي بتعايرني. هذا والله حصل، والله انا قريته النهارده في البوابه. نبيل ابو النجا ده كان عندنا ظابط في الصاعقه ادم مني. خلاصه الكلام ان العقيده القتاليه، العقيده الدينيه عقيده مترسخه في كل الشعب المصري. وانا بس مش عاوز اتبع الموضه اللي ماشيه كل واحد لازم يجيب واحد مسيحي في النص ويعمله بطل، لا، بس فعلا اخواننا المسيحيين كانوا فعلا بما يرضي الله، بما يرضي الله، كانوا ابطال ابطال ابطال، وكان عندهم نفس العقيده الدينيه اللي كانت موجوده عندنا. هذا الانعكاس للعقيده الدينيه يا جماعه، هذا الانعكاس للعقيده الدينيه تآلف وتواكب وتكامل مع العقيده القتاليه. احنا العقيده القتاليه يا جماعه متمثله في حاجتين، متمثله في المهمه اللي احنا هنعملها وعداله القضيه. فكان العقيده الدينيه بتاعتنا النصر او الشهاده كانت هي اللي ركبت على العقيده القتاليه وادتنا الاصرار. الاصرار، خدوا بالكم من كلمه الاصرار دي، لان احنا خدوا بالكم في الحرب ما كانتش سهله. احنا شفنا في الحرب حاجات كتيره، شفنا في الحرب متاعب، وخدوا بالكم ان انا بالذات عشان كنا صعقه كان اكبر سلاح عندنا هو الار بي جي، كان اكبر سلاح عندنا هو الار بي جي، ورغم ذلك عملنا بيه والله العظيم. يعني الواحد بيسأل يعني الله يرحمه غريب عبد الوهاب قائد سريتي، على فكره انا كنت رقم ثلاثه في السريه، احنا السريه فيها اربعه ظباط، سريه الصاعقه فيها اربعه ظباط. انا بقدره قادر كده لقيت نفس الظابط الوحيد في السريه، كنت عمله مسح فما متش، فبقيت الظابط الوحيد في السريه. اللي حصل الله يرحمه غريب عبد التواب قائد السريه، اللي هو المفروض ان هو يعني يقودنا من على بعد شويه، يعني مثلا كنا احنا على الخط الاول هو المفروض يكون على بعد 500 600 متر مننا. لا، هو نقى اصغر ظابط عبد القادر طه وراح رايح معاه في قلب الفصيله بتاعته. هو استشهد وعبد القادر الصاب. الناحيه الثانيه مني كان سيد دياب برضه اصيب. فبقاش غيري، انما القضيه اللي انا بحكي لكم عليها عشان احكي لكم بس بطوله من بطوله العقيده الدينيه والعقيده القتاليه. غريب عبد الوهاب الله يرحمه، احنا كنا هنعبر من حته اسمها الشلوفه. احنا كنا بنعبر من قدام النقطه 149. فكان في هناك قائد سريه مشاة دفعه غريب. فسال قالوا ايه ده في صعقه هنا. فقال طب مين الصعقه؟ فالله ده غريب ده دفعتي. فراح كان غريب قائد سريه نقيب، فراحوا جايبين النقيب. غريب قال له تعالى اتعشى معايا. فروحنا نتعشى عنده، قال له انتوا يعني ايه صعقه؟ يعني انتوا عاملين صعقه ومشمرين وعاملين ما اعرفش ايه؟ قال لا لا لا، انت هتشوف حاجات في الصعقه عمرك ما شفتها، هتشوف واحد بيطلع فوق الدبابه. والله العظيم هذا حصل، وانا بحلف بالعظيم وصايم ومش هضيع صيامي. قال له انت هتشوف واحد، هتشوف ناس مننا بيطلعوا فوق الدبابه يفتحوا الغطا بتاع البرج ويحطوا قنبله جوه ويفجروا الدبابه. ما عملهاش غير غريب عبد التواب الله يرحمه. والله العظيم عملها غريب عبد التواب. جري على الدبابه، ركب الدبابه،
حط القنبله جوه البرج. الدبابه كان هما بيعملوا حاجه حاجتين، دبابه تقتحم ودبابه ساتره بالنيران. الدبابه ساتره النيران بالافتراء بتاعه، ضرب الله يرحمه غريب عبد التواب الله يرحمه بالمدفع العيار التقيل اللي هو المدفع 105 مللي. مدفع 105 مللي ده مدفع بيقسم الدبابه، بيدمر الدبابه. تخيلوا انه ده دخل وسط غريب، يعني انا ما شفت غريب بقى، انا ما كنتش جنبه في الفصيل. احنا كنا الثلاث فصائل عاملين ورا النقطه القويه 49 بحوالي 5 6 كيلو عشان ما يجيش الاحتياط الدبابات بتاع العدو ان هو على بعد 10 كيلو يجي يخش جوه النقطه. مش هنقدر لو دخل جوه النقطه هيمنع الناس ان هم يعبروا من 49. فكان هدفنا كله ان احنا نمنع ال 11 دبابه دولت من انهم يخشوا جوه النقطه القويه بتاعت 149. فغريب الله يرحمه فعلا من الابطال اللي تصور وتخيل موته، وفعلا والله العظيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلا كما صدق الله نفذ. الحاجه برضو اللي كنا بنتكلم فيها قريب، غريب عبد الوهاب اتدفن مرتين. غريب عبد الوهاب الله يرحمه اتدفن مرتين او ثلاث مرات. المره الاولانيه انا اول ما عملنا راس كوبري ونجحنا فيه رجعت انا تاني دورت على غريب. كانت الحته نشع، يعني الحته اللي احنا فيها نشع في الميه محافظه على الجثه، فرحت حافر ودفن غريب. بعد كده عملوا في الكيلو 61 طريق السويس مقابر اسمها مقابر الشهداء عند الريست هاوس اللي في الطريق 61 طريق السويس. فقالوا لي انت عارف الشهداء بتوع السريه، روح جيب الشهداء. غريب عبد التواب الله يرحمه شعره كان اسود فاحم ناعم بشعره، والكلام ده بعد الموت بحوالي، يعني احنا عملناها سنه تقريبا 79 او 78. المقابر اتعملت سنه 8 بجسمه كامل كامل، عشان بس فعلا فعلا اللي قال ان جسد الشهيد ما بيتحللش مع التربه. انا شفتها مرتين في غريب عبد التواب بالذات، لان اول مره هي المره ديت لما رحت جبته من شرق القناه ودفناه في مقابر الشهداء. جه ابوه الله يرحمه ابو غريب عبد التواب قال انا عايز ابني يدفن في البلد، واي حد من الواسطه بالمناسبه في الواسطه في مدرسه الشهيد غريب عبد التواب احمد، هو دوت كان قائد سريه الله يرحمه. ابوه رحت تاني عشان اوريه في انهي مقبره في مقابر الشهداء، وخدنا غريب عبد التواب رفاته ووديناها تدفن في الواسطه. انا بكلمكم الكلام ده ليه؟ عشان اربط 10 رمضان العقيده القتاليه العقيده الدينيه بالعقيده القتاليه. انا مش عاوز اطول عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله لقائنا كتير في مصر اللي دايما شايفينه، واقرب مصر هيكون ان شاء الله يوم 6 اغسطس لما نفتتح العمل العظيم قناه السويس ان شاء الله. ما زلت دي ما احنا ما انتهيناش، احنا قاعدين دي بس يا دوبك يعني زي ما بيقولوا فاتح شهيه، لكن الليله ليله انتصارات، والليله ليله انتصارات هناخدها من المنطلق العسكري وبعدين من الغنى للشعر. يعني هي ليله بنمزج فيها كافه اشكال الفن مع احتفالا بالعسكريه المصريه. نحن نحتفل الان بالجندي المصري، واذا كان سياده الليله اختلف وقال لا الشعب المصري هو البطل، وانا بقول احد ابطال حرب اكتوبر، فانا بقول ان سياده الليله كان واحد من افراد الشعب المصري. والحرب لم تكن فقط على الجبهه، ولكن كانت هناك جبهه داخليه صلبه. المصريين اللي ربطوا الحزام واحتملوا الجوع واحتملوا كل الظروف القاسيه علشان نجند ونعيد تسليح الجيش المصري بعد حرب 67 كان يستحق ايضا مراشين كثيره. بس اللي حصل ده دولة مين؟ دولة مين؟ وصديقتي الفنانة سارة علي هتقول لنا دولة مين ودولة مين؟ أمين ودولة مين؟ دولة ساكن مصريين، دولة مين ودولة مين؟ دولة ولاد الفلاحين، دولة مين
دول عمين دول عساكر مصريين دول عمين ودول عمين دول أولاد الفلاحين دول الأرض الحي بلد الحر والبلدي نصحى الهيه وبلدي ذل يا بلدي دول الورد الحر والعادي الحر والبلدي يصحى يفتح هي بلدي هي يا بلدي دول خلاصة مصر عالدي دول أولاد المصريين دول أمين ودول أمين دول أمين ودول دول عساكر مصريين دول أمين ودول أمين دول أولاد الفلاحين دول الأمين دول العز ودول العز دول الأمين دول العز ودول العز يهدي الغالي مهما عايز مهما عايز دول الأمين دول العز ودول العز يهدي الغالي مهما عايز مهما عايز هز ودفع أحلامك هز واحنا رجعين ملايين دول أمين ودول أمين دول أمين ودول أمين دول عساكر مصريين دول أمين ودول أمين دول أولاد الفلاحين دول أخوتنا دول بنينا دول بنينا دول أمين خلينا خلينا دول أولادنا دول بنينا دول بنينا دول أمين خلينا خلينا دول المجد اللي علينا فوق الجرح وفوق سلمين دول أمين ودول أمين دول أمين ودول أمين دول عساكر مصريين دول أمين ودول أمين دول أولاد الفلاحين يا سلام هم دول هم دول أولاد الفلاحين يعني أولاد الشعب المصري ومن الغنى ومن الغنى هنروح للشعر ثانية واحدة عاوز أعلق بس خدوا بالكم أنا اللي دخلني الصعقة أغنية عبد الحليم حافظ الله يرحمه كان بيغني أغنية اسمها فدائي 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 الأغنية دي سبب دخول الصعقة أنا كنت هخش الجيش هخش الجيش أنا متربي في المعسكرات إنما فعلا أنا دخلت الصعقة بسبب الأغنية دي أجمل ما فيها أموت أعيش ما يهمنيش راح أموت عشان بلد تعيش الأغنية التانية اللي برضو كانت معنا في الحرب اللي هو أم البطل برغم إن سيد ابن سيد بدير كان دفعة 26 دفعتي بس قوات جوية ومات في التدريبات قبل الحرب على طول إنما شريف فاضل أمه غنت أغنية بتاعت أم البطل كانت الأغنية دي في الحرب كانت بتخليني أعيط وكنت بتمنى من الله ان انا اكون شهيد لكن معلش كل شيء نصيب طيب يعني الأغنية دخلتك الصعقة وهناك ايضا القصيدة والشعر الذي يحرك ملايين هناك الشاعر الذي اذا ولد في احد القبائل العربية كانت تقام له الاحتفالات لأنه كان يعتبر وزير إعلام القبيلة من جهة والمؤرخ لأمجاد هذه القبيلة تخيلوا لما يبقى معانا واحد من شعراء العامية اللي بيؤرخوا لفترات مهمة من الشعب المصري معنا الشاعر المتميز الصديق رجب الصاوي أهلا بك يا أستاذ رجب أهلا وسهلا مساء الخير كل سنة طيبين كل سنة والشعب المصري كله طيب ومناسبة انتصاراتنا العظيمة في اكتوبر اسمحوا لي اقول لكم ان انا سعيد بالقعدة الجميلة دي معاكم الاول وارجو ان انتوا تقولوا بتحبوا شعر العامية المصرية بالفعل هو شعر خارج من الارض المصرية من الطينة المصرية
وعلشان كده في بين وبين قلب كل مصري عمار ده صحيح. انا كان عندي قصيدة زمان، انا اسف يعني لنفسي قبل ما اسف لكم، عن حرب اكتوبر ولكنها ضاعت مني، فاسمحوا لي اقول شعري العادي. افتكرت بس مقطع منها كان بيقول اكتوبر اللي هزم يونيا، اكتوبر اللي هزم يونيا واخد بالطار، بيقول لكم حسبوا من استعمار، الاحتلال مش بس بالدبابة، الاحتلال ممكن يكون افكار. ربنا يحفظ مصر من اعداء الحياة اللي طول الوقت بيضيقوا علينا الدنيا بحجج كلها حجج واهية جدا، سواء من فهم خاطئ للدين او فهم خاطئ للدنيا. علشان كده بنقول تاني، اكتوبر اللي هزم يونيا واخد بالطار، بيقول لكم حسبوا من الاستعمار، الاحتلال مش بس بالدبابة، الاحتلال ممكن يكون افكار، ممكن يكون بالدولار، ممكن يكون بالدولار بالظبط. وبرضه بمناسبة اكتوبر انا لازم اقول بحب البلد زي ما كلنا بنحبها، فبقول بلف على رجلي ونادي انا بحبك يا بلادي، حتى اسألي النيل الهادي دي ميته بتغوي العطشان، انا اليتيم اللي في حضنك وانا البكا الباقي في حزنك، بغني واحلم يوم فرحك يا مصر يا اغلى الاوطان، بحب فيك الحنية ونسمة حلوة الصبحية، ولما بتشوي عليا بجري اوام زي الرهوان، ما يغنكيش من اعبائك وما تتعبيش من اشوائك، ده اللي بيقرف اوراقك يلقاكي وردة في كل زمان. هقول لكم شعري بقى اللي انا بنشوفه في الدوائر، نفسي في سرير دفيان وبيت دفيان، مبني بحجارة وخشب وإزاز قديم، الآن في الليل في عز الشتاء نقعد نقشر سوداني ونشوي على المنقد كزان، فوق السطوح يمده علينا القمر ونجوم غريبة تختفي وتبان، نفسي في مكان ما فيهوش تعب ولا فيه عداوة، يقدر يرجع تاني أيام الشقاوة ويزيح من القلب الغشاوة، نفسي في بيتنا القديم أبو درفة مفتوحة وكنب وسرير حديد وكليم، نفسي ولو ساعة أقعد ما بين البركة والقاعة وألبس بيجامة مخططة وفي حجر أمي أنام، نفسي في زمن غير الزمن، نفسي في مكان والسلام. يا رق مني وفيكي طيبة الأحلام، وفي عينيكي الشجر بينام، حتى الكلام زي العسل من غير كلام، حتى الحياة بتمر زي الثانية مليانة إيه، لو كنت عارف كنت أقولك، وما كانش طعم اللي انت بتحبيه وما كانش لوني، لكني من الاول بهاجر من سكوني، في عينيكي لو تعرفي شيء اختفى لكن عينيكي بيوحشوني وبيحشوني، وفي ركن فاضي بحب سرحانك وبحب طعم الضحكه بلسانك، علشان بقيت زي اللي بتحبيه، راجل مهكع ماشي زي النبيه، قاعد على كرسيه وبيطفي ويولع، انا مش نسيه واقف بيحكي للشجر مقاسيه، وبحب صوتك لما يبقى في حضني، مين اللي يقدر ياخدني ويقول بحبك موت يا بنت الايه، وضحكت مره مرتين يمكن ثلاثه في السنه، وحلمت مره بالحدود الممكنه وبالقمر واقف على رموشي انا مش حد تاني، وقلنا كان يا ريت وكان نفسنا، وبقينا نحضن بعضنا مش حد تاني، على رصيف بنداري فيه نصنا، بنداري فيه نفسنا، كنا دموع البحر في كل الاغاني،
كل اللي كان يقدر بياخد مننا نرجع نزيد تاني. وكتير بخاف وكنت واحد من النحاف اللي بيهب الصغر جسمهم دلوقتي مش باين في وسط اللحاف. يمكن سقيت نفسي يمكن بجف وضحكت مرة مرتين وقلت عنك كلمتين كلمتين مش حد تاني. وشكرا. الله هنرجع للشعر تاني لكن مين التنظيم؟ زي يعني حب مصر اللي قاله الاستاذ رجب الصاوي شعرا ووجدانا. وحب مصر بالفعل اللي عمل الاف من جنود الشعب المصري في حرب اكتوبر. انا بحبك يا مصر ايضا بالشيخ امام اسمح من صالح عبد. بحبك 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 يا مصر. بحبك 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 يا مصر. مسار صباحي بسبح بحبك وحبك شفايا وجراحي يا مصر. بحبك 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 يا مصر. مسار صباحي بسبح بحبك وحبك شفايا وجراحي يا مصر. وسافر حبك وارمي زي بيتك وتحلى خطاي في حبك يا مصر. وحب الترابي في صحك وليلي وحب الونس بالرفاه يا مصر. ولو يحبسوني ولو يشلوني ولو فكروا بالعذاب بعدوني وأروح وأروح ومش ممكن أهرب وتنزل دموعي على خدودي تشرب تلاقي الرماش والخدود والمباسم مراسم وصلتك عليهم يا مصر. بحبك 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 يا مصر بحبك يا مصر. طيب 73 بحبك يا مصر من خلال عمليات انا عاوز بعيدا عن الاستراتيجية واحنا بما اننا في مقهى احنا عاوزين نحكي حكايات مجهولة ما سلطش عليها الاعلام من بطل كان ضمن ابطال شعب مصر على جبهه القتال. يعني في عمليات كتير احنا شفناها سمعنا عنها ابراهيم الرفاعي وصاد الدبابات وغيره وغيره وغيره. انا عاوز بقى بطولات الصاعقه المصريه وحضرتك كنت واحد من الصاعقه المصريه في 73 سياده اللواء سامح ابو هشيم. فعلا انتوا بتستفزوا الذكريات وكلمة حب مصر دي كلمة ما هي سهلة فعلا. لما بيقول لك واحد راح لسيدنا رسول الله قال له انا بحبك قال له طب ايه الدليل على حبك ليا؟ او كذلك كلمة حب مصر كان في ادلة كتير قوي 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 مش من سامح ابو هشيمة من ابطال اجدع واحسن من سامح ابو هشيمة الله يرحمه ويحسن اليهم. يعني انا هحكي لكم قصة تضحية من واحد من الشعب المصري الله يرحمه محمد عارف. محمد عارف ده كان بطل مصر في السباحة القصيرة قبل ما ياخدش الصاعقة. كان بطل مصر في المدارس في ما حمام اسمه حمام سباحة المعلمين في الجزيرة. ده كان بيطلع ايامنا كده واحنا في الستينات كان بيطلع ابطال مصر في السباحة القصيرة. فكان محمد عارف ده من بطل مصر في السباحة القصيرة. في مرة كده هوجة جت وقالوا ايه احنا مش فاضيين للرياضة يعني الولاد ده احنا ما كناش فاضيين للرياضة. مرة واحدة قالوا ايه هنعمل بطولة للسباحة على مستوى القوات المسلحة.
ايه بطوله للسباحه على مستوى القوات المسلحه دي؟ وايه ده وقته؟ ده احنا تحت في الملاجئ وطالع عين اهالينا في التدريب والمشروعات والكلام من ده. المهم خلصت الكلام، ف مين بيعرف يعوم؟ فمحمد عارف الله ده كان بطل مصر في السباحه، فجاب محمد عارف. خد بالكم ان هو كان بطل مصر في السباحه القصيره في المدارس. امتحن محمد عارف في السباحه ونجح في السباحه القصيره، وشويه راحوا واخدين محمد، احنا كنا الكتيبه في السويس، فراحوا واخدين محمد عارف من الكتيبه عشان هيتدرب يخش بطوله مصر الدوليه للسباحه، اي حاجه في اي حته بقى. طب بيتدرب فين يا جماعه؟ بيتدرب في النيل عشان يعوم في النيل كل يوم مش اقل من 7-8 كيلو. منين بطوله سباحه صغيره لواحد يعني كان هو بيعوم ال 100 متر وال 200 متر وما اعرفش حاجات زي كده، وفراشه اللي هو باتر فلاي ومش عارف الكرول والحاجات اللي انتوا عارفينها اللي ما اعرفهاش ايه. خلاصه الكلام شويه قعد محمد عارف ده يمكن بتاع 3 شهور ما يجيش الكتيبه. يا ابن الكلب انت بقيت اتيام، الله يرحمه حسين، انت بقيت اتيام خلاص، انت مش فاضي غير الرياضه. وقعدنا يعني كل ما نقابله ننزل الاجازه نقابله نسلخه، ايوه يا عم انت قاعد في مصر انت مش عارف ايه الكلام من ده، ما فيش ضرب وما فيش، الله يرحمه حسين. المهم خلصت الكلام، بعد مده طويله قوي احنا كنا بنطلع كمان بالليل على القناه، فليله كده من الليالي العصر كده جه محمد عارف بدون سابق انذار، السلام عليكم. وعليكم السلام. قعد شويه محمد عارف الله يرحمه كان بيولع السجاره بالسجاره، قعدت عمال يشرب سجاير كتير قوي، خد بالك فيها لا فيها انت مش طبيعي. وشويه لقينا محمد عارف ده مشي اختفى من الكتيبه مره ثانيه. على الساعة كده تقريبا اللي احنا بنرجع من الخدمات قبل اول ضوء، يعني على الساعة مثلا تقريبا 5 الصبح نرجع من الكماين يعني. فبصينا واحنا قاعدين في الملجأ، جالنا قائد الكتيبة الله يرحمه سيدي محمد حسين عبد الهادي، عمال يولع سجارة من سجارة وعمال يتشنج ومتعصب، يا عم احنا عاوزين ننام بقى خلاص، وهو ده عمال يتشنج. تعال نطلع القناة. ايه يا عم نطلع القناه؟ احنا لسه جايين من القناه، ايه اللي نطلع القناه؟ تعال نطلع القناه. فطلعنا القناه، رحنا حته اسمها كسفريت. كسفريت يا جماعه الحته اللي فيها البحيرات المره الكبرى. المهم ان احنا قعدنا على القناه عند كسفريت دي اللي عند البحيرات دي، وحسين عبد الهادي قاعد يشرب سجاره من سجاره شويه، وجي قائد مجموعه الصقه، المجموعه يعني زي اللواء كده، قائد بتاعنا الكبير اللي هو في الجيش الصعقة جه، الله ايه الحكاية؟ وشوية جه قائد الجيش، الله ايه الحكاية؟ وشوية واحنا قاعدين كلهم عمالين يبصوا على المية، احنا طبعا مش فاهمين. وشوية ولقينا كشاف بيضرب من قلب المية، والله يرحمه محمد حسين عبد الهادي ده كان عملاق كده، العملاق ده قاعد يتنطط ويرقص ويغني. الله يرحمه محمد عارف كان جاي من جوه. لغايه دلوقتي مش دي بطوله عاديه، كونك تروح تعمل استطلاع. كان القصه ايه؟ ان احنا عاوزين نعمل استطلاع هندسي عشان نشوف الضفه الغربيه صالحه لان البكاهات تعوم لغايه هناك وبعدين تطلع ما تغرسي في الناحيه الثانيه فيروحوا مصطادينها، فعاوزين البكاهات لما يختار حته في الارض هناك او قدام ما تيجي الجدي عشان اول ما البكاهات تطلع تجري ما تغرسي. فكان محمد عارف الله يرحمه حسين علموه بقى ازاي بقى الاستطلاع الهندسي واستطلاع التربه وازاي ينقي تربه ما هياش صلصيه ومش عارف ايه الكلام اللي انا ما اعرفوش ده. المهم خلصت الكلام، محمد عارف كان هو طالع الاستطلاع، ايه المشكله؟ اي واحد كان ممكن يعملها، لكن هنا بقى النقطه الثانيه بقى بحب مصر دي بقى، شرطوا عليه الاتي. قالوا له خد بالك يا ابني، انت رايح لا معاك لا سلاح ولا لابس لبس مين، ده انت رايح بالسليب اللباس بالبلدي، انت رايح باللباس، لو اتمسكت هنقول عليك ان انت هربان عشان مش عاوزين نكشف سرنا، هنقول عليك ان انت عسكري هربان.
محمد عارف قبل ان هو يقبل على نفسه انه يتقال عليه عسكري هربان، وراح عامل 7 كيلو لغايه الناحيه الثانيه من البحيرات، استطلع وجس التربه وحدد اماكن وساب هناك اجهزه مناره وهدايا عشان يعني الناس بتوعنا يروحونها، وفي نفس الوقت راح رجع تاني. ادي بطل في حته حب مصر. شوف تضحيه بالنفس، والاهم تضحيه بالسمعه. لا قدر الله لو كان محمد عارف ده جرى له حاجه كان هيتقال كلب ومات، مش ده اللي هيحصل؟ بس هو جندي هربان، جندي هربان، جندي هربان. انما شوف ادي حب مصر، ادي حب مصر. حب مصر بيتمثل كمان في العزه والكرامه. يعني ايه في العزه والكرامه؟ يعني احنا لما حصلت الثغره احنا دخلنا جوه الثغره، احنا صعقه دخلنا جوه الثغره، فطلعنا فوق جبل عتاقه بنطل على السويس. يعني احنا هننزل هنخش على الحته اللي هي ايه اللي الناس اللي تعرفه المثلث والحته دي، كنا هنشتغل في الحته ديت. يعني اهداف كده موجوده لغايه دلوقتي، واعتقد انها لسه ما زالت استراتيجيه فمش هقدر اذكرها. يعني المهم خلصت الكلام، احنا كان هدفنا ان احنا هنخش في الثغره، في تصفيه الثغره، نهجم على العدو الاسرائيلي اللي في المناطق دي. واحنا مره اليهود ما يعرفوش ان احنا جوه في الحته ديت، واحنا مره كده بمفاجاه الجبل بتاعنا فماشيين فيه براحتنا، وشويه ولقينا طياره هليكوبتر بال 205، كانت دي من نوع الطيارات الهليكوبتر الاسرائيلي بتاع زمان. المهم ان هم اكتشفونا. وفين يوجعك بقى؟ كان في حاجه عندهم اسمها مدفع اسمه ابو جاموس. ابو جاموس ده ربنا ما يحكم علينا تاني، دوت 155 ادانا بتحفر تجيب ميه. ادانا لما تنزل في حته تحفر تجيب ميه. دي كانت بتردم بني ادمين. اه والله كانت بتردم بني ادمين، ما بكذبش، كانت بتردم بني ادمين. خلاصة الكلام، واحنا هم عرفوا بقى طريقنا، ابتدى الطيران يطلع يروح مدي احداثياتنا اماكننا للمدفعيه، المدفعيه تحت في ال 114 وال 109 يروح ضاربين علينا، نجري شمال نجري يمين نستخبى، لغايه ما مات من عندنا عسكري اسمه مصطفى عويس، الله يرحم امواتنا واموات المسلمين. كان لما مات غريب جابوا لي قائد كتيبه قائد سريع تاني جديد اقدم مني، لان انا كنت صغير كنت نازل اول، فجابوا رائد. يعني كان غريب نقيب جابوا لي رائد اسمه عمنا عم مقصود. عمنا عم مقصود من هنا من باب الشعريه، وكان شهرته ابو عرام. ابو عرام دوت جالنا الصعقه، يعني عقاب او زي ما تقولوا. ايه قصته؟ قصته ان هو كان ضابط مشاه، كان عنده صحه وقوه رباني، شايل بلطين فرن على صدره، كل صدر كده عامل زي ميدان العتبه، كل صدر حاجه كبيره كده، صحه قويه، وطول النهار يشيل عامل صفائح سمنه اسمنت، ويقعد طول النهار يشيل حديد. فالواد في البرج، الواد الاسرائيلي في البرج اللي قدامه، هو كان بيجري وهو العساكر يقول له ايه؟ ابو عرام، ابو عرام. فالواد في البرج حفظ كلمه ابو عرام، فيقول له ابو عرام انا بعمل كذا في اختك، انا بعمل كذا في امك، انا ما اعرفش الكلام اللي كان ايه؟ الشتيمه اللي كانت بتتقال دي ايام زمان. فابو عرام من عزه وكرامه نفسه، من عزه وكرامه نفسه ما قالش لحد هيعمل ايه. عندنا احنا كان ايام زمان في مدفع مضاد للدبابات، مدفعين مضادين للدبابات، واحد اسمه بيه 10 واحد اسمه بيه 11. البي 11 ده يا جماعه الطقم بتاعه 4، يعني عشان يشيلوا المدفع ده ويمشوا بيه عايز 4 يشيلوه. الله يرحمه يحسن اليه عبد المنعم مسعود ده، والله العظيم معلش، يعني اصل هو كان عمود الفقري بالعرض، يعني احنا كلنا عمودنا الفقري بالطول، هو كان الله يرحمه عمود الفقري بالعرض. حاجه كده صح رباني، لما مثلا يمسك الكوبايه دي يروح ضاغط عليها كده تروح الكوبايه مكسوره تجرح حد، يروح مصر دم وحاجه من هذا القبيل، يعني الله يرحمه يحسن اليه. ف راح شال المدفع ال 111 ال 110 ال 111 اللي هو ال 107 مللي اللي هو المضاد للدبابات، وراح على طول طالع بيه من غير ما يقول لحد، معمره وراح مسنطر على البرج
راح مطير العسكري من فوق البرج. احنا اسرائيل في التوقيت ده كنا ابتدت الايه الوقت في اطلاق النار. فقال لك لا 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 ده يمشي ده من هنا ده ما يقعدش في المشاهده ده يروح الصعقه. فراحوا جايبينه عندنا في الكتيبه لغايه ما حصلت الحرب وهو كان قائل السريه مات مصطفى عويس. قال والله العظيم ناخد حقه يهديك يرضيك ده احنا في وقف اطلاق نار ودلوقتي احنا بندخل الاكل كله عن طريق الامم المتحده عشان يخش. قال والله ما هيهمني هضربهم هضربهم. وقد كان في نقطه عملوها الجبل عتاقه متدرج في اعلى حته فيه حوالي 670 تقريبا ده اللي احنا كنا النقطه الملاحظه بتاعتنا فيها. وبعدين حته اسمها 500 و400 احنا كنا الصعقه قاعده فيها. وبعدين في حته اللي هي 300 هم عملوا مدق فيها وعملوا لنفسهم نقطه 302 دي عملوا لنفسهم نقطه وبقوا يحطوا فيها دبابه وعربيتين مدرعه يعني بتوازي كده فصيله قويه يعني. خلاصه الكلام احنا لما جينا في الحرب بعد الثغره ما بدات والوقف اطلاق النار اللي حصل راحوا مدعمنا عشان نصفي الثغره مدعمنا بصواريخ كانت لسه جايه جديده اسمها المونيتيكا او الاهرام. المونيتيكا دي مضاده للدبابات وبرضه دعمونا بحاجه اسمها الكاتيوشا. الكاتيوشا اللي انتوا عارفينها دي الجراب دي اللي هي بيضربوا الفلسطينيين اللي هم طوروها دلوقتي كان على ايامنا بتضرب حوالي 16 كيلو دلوقتي بقت توصل 52 كيلو واكتر من كده شويه. خلاصه الكلام راح جايب الظابط بتاع الكاتيوشا والظابط بتاع المونيتيكا وقال لهم خدوا بالكم الغيار بيتم الساعه 9 الصبح. يعني بيبقى في دبابه وعربيتين ودبابه ثانيه وعربيتين، دبابه وعربيتين يجوا ودبابه وعربيتين ايه؟ يمشوا. فهيبقى في ست قطع مدرعه. انا عاوز ولاد الكلب دولت ما ينزلوش النهار، هي دي اخرتهم. والله العظيم احنا كان بيننا وبينهم خد بالك يا ابني ان الارض يعني ايه؟ احنا في 500 وهم في 302 فالارض بيننا حوالي 5 6 كيلو اكتر من 5 6 كيلو. والله العظيم كنا بنسمع صوتهم من كتر ما عملوا فيهم الصواريخ المضاده للدبابات والصواريخ المضاده للافراد لدرجه ان اليهود زرجنوا وعملوا قصه وكان يوم مشهور. كان يعني خد بالك احنا كان عندنا الصعقه عندها حاجه اسمها السبت الحزين. لا ده سموا ده السبت الاسود لانه السبت الاسود قعدوا ممنعين عن الجيش الثالث التعيينات والاكل لمده 3 ايام لغايه ما ابتدينا مره ثانيه قالوا لنا لازم يعملوا تحقيق ومش عملوا تحقيق وعملنا فعلا تحقيق وكده وكل واحد قال انا اللي عملت والقصه اللي انتوا عارفينها دي. خلاصه الكلام انا عاوز اقول لكم البطوله هنا بطوله الكرامه. كرامه المصريين خدوا بالكم كرامه المصريين دي في كل حته. كرامه المصريين دي هي المحرك والحافز. المحرك والحافز لاي انسان طبيعي مصري. اي واحد لما تيجي عند النقطه الميته السفلى بتاعته اللي هي الكرامه هتبص تلاقي القط اصله اسد بقى رجع لاسد تاني هو ده المصري. يعني ده يعني يروح انك انت تستكمل معانا السهره. اولا هتسمع موسيقى عربيه فرقه من احسن فرق الموسيقى العربيه في وزاره الثقافه وهنسمع شاعر وهنسمع غنى وتسمع قصيده لشاعرنا الجميل الاستاذ رجب الصاوي. وانا ادعو يعني فرقه الموسيقى العربيه انها تيجي تبدا تقعد واحنا شغالين علشان هم شويه احنا شويه علشان نكمل الليله ونعمل المزجه بتاعتنا. انا شايف في اطفال جمال كده بييجوا يبصوا ويمشوا ما بيخافوا. اسمحوا لي اقول لهم قصيده يمكن تكون عيبه منهم يعني جايز تكون عيبه وبعدين يقولوا لي رايهم اهو يعني دول الباقيين يعني. في قصيده انا كنت كاتبها باسمها القطه الشقيانه يعني زي الناس اللي الحيوانات بيحسوا يعني واضح ان القطه الشقيانه بتتصل بيه. بتقول القطه الشقيانه دي بتقول انا اسمي بسبس وبينادوني يقولوا لي بس بودانه طلطق وبقلب احس في الضلمه امشي وافضل اعس واقول لنفسي دي الدنيا ساكته
وغص غص، لازم ادور على سمكة بيتة في قلب خص او اي حاجة عشان ولادي سبع عيال واقفين قصادي كما الخيال. وانا قطة واحدة اصبحت والدة وعندي وانا قطة واحدة اصبحت والدة وحملي اتقل من الجبال، تملي شايلة على ظهري اكتر من الشوال، تملي شايلة على ظهري اكتر من الشوال، والدنيا مايلة والشمس خالية من الجمال، ولما بربش ما اقدرش اخربش من الدلال، وانا كل هدفي ادوس بكفي على الرمال عشان ولادي حبة زبادي يا ابن الحلال. الله الله الله. ايه خلي القطة الشقلانة دي. ربنا يخليك. في القلب دايما وعلى اللسان كلمة بحبك، من كتر حبك بقيت سرايا من غير جنان، صدقت نفسي وبقيت بعكسي وركنت يأسي جنب الحيطان، فايت عليا حلم الكبير، حلم اللي تايه، حلم الأسير، كان نفسي أقول له إيه المصير والفين واخدني بره المكان، فايت عليا صوت اللي سمعه من كتر دمعه، صدقت إن الشجر بيمشي والقلعة وقعت من على الحصان، وقلت أسامحك لقيت ملامحك حدوتة تخلص وبدالها يجي والدنيا تجري على المفلقان، رصيف بيحكي ورصيف بيسمع والليل بعت لي النجوم في حجري وانا لسه بجري، لقيت صوابعي خايفة تقرب من الودان، اه يا حبيبتي انا بشتكيلك وعشانك انتي برضى بقليلك، وانطال غيابي انطال غيابي ما تقفليش البيبان في القلب دايما. وشكرا. الله الله الله. طيب يعني احنا قبل ما الست اللي هو سامح ان هو يغادر، فنانتنا سارة هتغني له اغنية جميلة. عبد الودود. كل ما وبيد الودود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا ولد صحيح عسل ما تكون مريح وراغب للامام، وهبد الودود يا رابص على الحدود. بنرحب بالست اللواء عبد المنعم سعيد محافظ سويس و مسؤولين عن حرب الطور. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يعني سيادة اللواء عبد المنعم سعيد لما كلمته امبارح زي سيادة اللواء سامح وقلت له ان احنا بنحتفل في حرب اكتوبر وعشر رمضان، قال لي تحت امرك يا فندم. قلت له طب تحب يا فندم نقول سيادة المحافظ عبد المنعم سعيد ولا اللواء عبد المنعم سعيد؟ قال لي طبعا اللواء عبد المنعم سعيد. فانا برحب بسيادة اللواء عبد المنعم سعيد رغم ان يوم النهارده كان يوم شاق جدا، تلفزيونات وقادما الان من الليل الاخبار خصنا بهذا اللقاء بعد يوم شاق من اللقاءات التلفزيونيه وغيره، فانا برحب بيه في مقهى مصر المحروسه سياده اللواء. طيب احنا ساره كانت بتغني، بس انا قلت لها انتظر لان لازم نقول من الاول لان الست اللي هو عبد المنعم سعيد جه فيجب ان هو يسمع عبد الودود من الاول. اتفضل. وهو عبد الودود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا ولد صحيح عسل ما تكون مليح وراقب للامام، امك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دربك ليقول من دمك ويمسخ الكلام، وهي عبد الودود
هقولك وانت خابر كل جديد عاد ولسه الدم خالك مشرباش التراب عقلك وانت خابر كل قضية عاد ولسه الدم خالك مشرباش التراب حسك انك تزحزح يدك عن الزمان خليك لعبت راسه بالساعة الحساب أهلي الألم يا ولدي ما عادي للمعاد تنفض الشركة يا سر انزاح الكلاب أهلي الألم يا ولدي ما عادي للمعاد تنفض الشركة يا سر انزاح الكلاب وإن كنت وفداك الدبل طار أخوك والأهل بلغوك جميعاً السلام وهي عبد الودود كيفك وكيف زمانك عسل طيبين خالك زلك يدينك دلين الطوائين كيفك وكيف زمانك عسل طيبين خالك زلك يدينك دلين الطوائين واختك تطلع يا ماتي عالمستشفى القديمة حكم عيمن ينوها في العركة تكون حكيمة واختك تطلع يماتي عالمستشفى القديمة حكم عيمن ينوها في العركة تكون حكيمة ومحمد الموافي تعلم المطافي وقولك شد عزمك ويقولك العوافي والنهر الجرايد والعيلة والعيال هيبلغك سلامهم وتمة الرجال وآخر الكلام هنقولك في الاختام الله يحفظ بلدنا وحراس السلام والدك حسن الحارب غفير برج الحمام الله 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 يحفظك يا مصر سيادة اللواء اهلا بيك في موقع مصر المحروسة مش عارفين نبدأ منين بس انا عاوز ابدأ من يوم 6 اكتوبر طبعا كنت شغالين قبلها بس انا عاوز حضرتك يعني توصف لنا الساعة 2 الى 5 6 اكتوبر 2 و5 6 اكتوبر احكي لي اللحظة دي اللحظة دي بتاعتنا احنا غير لحظة سيادتك وغير لحظة قادة القوات المسلحة في غرفة العمليات وفي التحضير وغيره وغيره عاوزين نرجع بالذاكرة لهذه اللحظة الفاصلة في تاريخ مصر سيادة اللواء عبد المنعم سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم انا شاكر طبعا دعوتك ليا يعني في الحضور بس الكلام بيبقى جاف كده في عمليات الحرب دي والحاجات دي بتبقى جاف احنا قاعدين على القهوه وكل حاجه اولا تشرب ايه بما اننا قاعدين على القهوه نشرب ميه لا 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 قهوه مظبوط لا قهوه مظبوط شاي ردا على سؤال حضرتك انا كنت في الوقت ده في غرفه العمليات اللي بتدير الحرب تمام معناها الغرفة اللي جه فيها الرئيس أنور السادات ودخل القاعة قبل الحرب بساعة بالظبط يعني الساعة 1:01:05 كده قمنا حييناه طبعا وقعد يرجو يقول يعني إن شاء الله الحرب هتقوم يعني وهننتصر وهنحقق هدفنا ونطرد اليهود من أرضنا كلمتين معنوين حلوين قوي كده الساعة 2:15 وقف اللواء الجمسي كان ايامها هو رئيس هيئة العمليات وقال له يا سيادة الرئيس لقد سبق السيف العزل بمعنى ان 2:15 حتى لو العدو
عرف احنا هنعمل ايه مش هيلحق يعمل حاجه. لقد سبق السيف العزم. قال له ان شاء الله. بصلنا كده لرئيس السادات وقال انا جايب لكم فتوى من المفتي ان احنا داخلين حرب نفطر نقدر نفطر. فافطروا يا اولاد عشان يبقى عندكم قوه في الشغل ومتابعه العمليات يعني. طبعا احنا قاعدين في غرفه تحت الارض صحيح بس غيرنا قاعدين في الجبل وفي خط النار بقى قدام. طبعا ما افطرناش ولا حاجه ولا واحد يفكر الفطر. لا 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 الساعه 2:05 اعلن المذيع في الداخل الاذاعه الداخليه يعني توجيه ضربة الجوية بقوة 220 طائرة على خط بارليف وفي عمق سيناء وفتح 2000 مدفع نيرانهم على الضفة الشرقية للقناة بيدمروا خط بارليف. بعد الضربة ما تمت الجوية وعادت الطائرات جالنا خبر تاني من حسن مبارك كان ايام هو قائد القوات الجويه ادى خبر للوزير الحربيه احمد اسماعيل ان طائراتنا كلها رجعت عدا حوالي 6-7 طائرات ضربت من ضمنهم اخو عاطف السادات اخو الرئيس انور السادات. والحقيقه هو راح معطي عليه رئيس السادات وقال له يا فندم من ضربه جويه تحققت كذا كذا ولكل اسف يعني استشهد اخوك عاطف السادات في هذه الطلقه. قال له زيه زي بقيه زمايله زيه زي زمايله اللي في الحرب. كان يعني رابط الجيش فعلا ده يعني عكس ما قيل وهو ذكر في فيلم ايام السادات اللي عرف بعدها لا 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 في نفس اللحظه ده فورا. وبعدين استمرت بقى العمليات بتدور. احنا طبعا وقفنا وادينا التحيه للرئيس لان نجحنا في اقتحام القناه في توقيت غير متوقع اطلاقا. لان على فكره موسى ديان اللي هو كان وزير الحربيه عندهم كان في خط الجبهه قبل الساعه 2 بشويه وبيبص النضاره على الجبهه ورجع لجولدا مائير في اسرائيل يقول لا ده بيلعبوا كورة والناس قاعدين تحت المظلات كنا في رمضان وما فيش حد خالص. قلت له طب اتفضل بقى اقعد ده في ضربة جوية دلوقتي حالا لسه بتتم في سيناء بواسطة طيران من مصر. يعني نفسه هو اتفاجئ بالعملية. استمرت بقى العمليات طبعا بنتابعها. حاجة جميلة جدا بقى يعني تخيل مدفعيات حوالي 2000 قطعة مدفعية بتضرب نيران حمم 10,050 دانة في الدقيقة الأولى 10,050 دانة على خط بارليف. طبعا دانة دي حاجة مهولة يعني وبتنزل تعمل انفجار ضخم جدا وخسائر كبيرة جدا في اليهود. بعد 3-4 ساعات كان أول كوبري ينشأ. أول كوبري الكوبري اللي هو يعني بيتجمع كده ويعدوا عليه الدبابات والكلام ده بعد 4 ساعات تقريبا كان اول كوبري اتنشا شمال الاسماعيليه. وبدات بقى تجي لنا الاخبار بتدمير بعض النقط القويه ومسك اسرى من الافراد. حتى في صوره مشهوره قوي للظابط وهو بيعظم الظابط بتاعنا في بور فؤاد بيعظمه وبيسلم عليه يعني بيقول له تعالى واتقبض عليه وكلهم كأسرى يعني أسرى. استمرت بقى العمليات الحربية طبعا بتتم كلها لغاية لما دمرنا تقريبا خط بارليف خلال 3 أيام. كان تم تدميره واستولينا على جزء حوالي 10-15 كيلو شرق القناة ودارت الحرب بعد كده. سيادة اللواء أصعب موقف قابلكم في غرفة العمليات يعني اصعب موقف كان عموده الصغر. ان فعلا اللي حصل ان هو كان الفرقه 16 كانت على شمال البحيرات المره وكان يمكن المشير الطنطاوي كان ايامها قائد كتيبه في المنطقه دي كاف 16 من لواء 16 الفرقه 16 كان هو اللي موجود في الحته دي.
اللي حصل فيها الصبر او حصل بقى فيها، كان في المزرعه الصينيه بيسموها. بس قام بمعركه يعني مهمه قوي، كبدت اليهود خسائر فظيعه جدا 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 غير متخيله يعني. ونفس موسى ديان اتعور في من الذخيره اللي كانت بتضرب على الافراد في المنطقه دي، وصمم انه رغم ذلك يدخل برضه يعمل عمليه الشارون. يدخل على الراس الشارون، شارون اللي اتعور، عدى بالوحده بتاعته الفرقه بتاعته يعني، فضل بقى يعدي دباباته بتاعه ويحاول يضربه من الغرب. بقى معركه جامده جدا الغرب الخطيب. لا قبل معركه الثغره يعني المواقف الصعبه في غرفه العمليات، يعني موقف صعب جدا كان فيها يعني رباط الجأش وحسن تصرف وقت سريع يا فندم. لا هو ما فيش في بالنسبه للمركز القياده العامه ده مركز استراتيجي يعني، ما هوش داخل في العمليات العسكريه والكلام ده، بيتلقى البيانات والبلاغات وبينزلها، واذا كان هناك ما يستدعي التدخل بيقول القوات الجويه تتدخل بكذا، تعاون بكذا، التنسيق بين الاسلحه المختلفه كده. انما في قاده جيوش وفي قاده قوات دفاع جوي وفي قاده قوات بحريه وقاده قوات جويه والكلام ده، في موجودين في الجبهه يعني ولهم مراكز قياده بتدير العمليه. انما القياده العامه بقى بتنظم للموضوع بشكل عام. عندنا مثلا بعد ثلاث ايام كان خط بارليف كله اتدمر انتهى يعني، واستولينا على نقطه بعساكرنا اللي هم عظموا المقدم اللي هو في غرفه وعظمه وسلم عليه كده وبتاع، ده قبضوا على كل العساكر اللي فيها حوالي 25 واحد 30 واحد، فحاجه جميله يعني. طب يا فندم يعني انتم في غرفه العمليات المنوط بيكم يعني اداره المعركه، امتى عرفت بميعاد الحرب بالتحديد يا فندم؟ احنا كان معانا ضابط مقدم واحنا كنا عقدة، المشير الجمسي كان رئيس هيئه العمليات، كان لواء يعني، اختاره هو اللي حدد توقيت الحرب، يعمل دراسة كاملة عن الحرب وعن الوقت وعن الجو المائية في القناة كله كله، يعمل دراسات ويطلع في الآخر يقول له أنسب وقت نعمل إيه. تمام. وفعلا هو اللي سموها حتى كراسة الجامسي، وهي كراسة ابن الضابط ده، وعليها اسم البنت نفسها يعني، بنت الصادق اسمها موجود على الكراسة لغاية دلوقتي. وقدم له قال له بقى ان احسن توقيت للحرب هو الساعه 1405 اللي هو 2:05 يوم 6 اكتوبر. فيها الجو بقى والظلام قد ايه والنهار قد ايه والكلام ده كله، كان هو ده الجو المناخي يعني والوقت المناسب يعني. وفعلا استمر العمليه دي، احنا نفسنا ما عرفناش اللي قبل الحرب بيوم يعني يوم الجمعه، لان كتبنا خط ايدنا ساعد سين لقاده الجيوش وقاده الافرع الرئيسيه حسن مبارك والبحريه والدفاع الجوي بخط ايدنا، حددت ساعد سين لتكون 1405 يوم السبت 6 اكتوبر عام كذا. يعني تقريبا كام واحد يا فندم كانوا عارفين ميعاد الحرب؟ احنا 10 اللي كنت عارفين ميعاد الحرب بالظبط بالظبط بس، والباقي يعني محدش يعرف، ولا قاده الجيوش نفسه ولا قاده الجيوش يعرف. قاده الجيوش عرفوا يوم الجمعه بعد الصلاه. بعد الجمعه بعد صلاه الجمعه يوم 5 اكتوبر بعد صلاه الجمعه راح لهم مندوبين معاهم تزاج، هم ما يعرفوش فيها ايه، ظرف مغلق، وقالوا تسلموا لقائد الجيش شخصيا يعني مش مكتبه يعني، هو بقى قائد كل جيش يفتح البتاع يقول اتحددت كذا، يبتدي ياخد اجراءاته بقى، اجراءاته اللي هي برضه ما تقولش الساعه 2:05 لقوات الاقل، لكن يدي قاده الفرق بالليل يومها، بالليل الصبح يدوا قاده اللواءات، بعد ساعتين يدوا قاده الكتائب، على بال ما يوصل لغايه العسكري يعرف قبلها بنص ساعه ولا بساعه، نص ساعه من لبس الحرب
وابتدي جهز نفسك قبل حرب بنص ساعة بس عشان كده كانت الخطة مع خداع معرفوهاش والعدوان الإسرائيلي معرفش معرفش بقول لك جولدا مائر بس استقبل الأيام وهو راجع من الجامعة بيلاقي كل شيء تمام ده بيلعبوا كورة وبيعملوا عساكر مش فيش حرب يعني منظر حرب قريب يلحق ده بيتضرب طيب يا فندم اولا سؤال صحفي كده يعني تنوته بعض وسائل الاعلام ان في الصوره الشهيره اللي كان فيها فريق سعد الشاذلي موجود في غرفه العمليات وتم شيلها وحط صوره رئيس حسني مبارك هل ده حقيقي يا فندم ولا هل تم حسني مبارك جوه غرفه العمليات في اللحظه بتاعت الخريطه الصوره الشهيره بتاعت الخريطه اللي كان لا 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 فيها لا 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 حسني مبارك كان في القياده بتاعته كان موجود كان قائد قوات دفاع جوي في قوات قائد القوات البحريه في مركزه في اسكندريه قائد القوات الجويه في حسني مبارك في مركزه في القوات الجويه قادة الجيوش كل واحد في مكانه تمام وهكذا لكن اللواء اللواء سعد الشاذلي ساعتها فريق سعد الشاذلي ساعتها في الغرفه وهو اللي كانت صورته جنب رئيس السادات وهو اللي بيقول له على الخرايط وتم شالها وحط صوره حسني مبارك في فوتوشوب يعني شال ولا حط الراجل شال ولا حط الراجل كان قاعد يعني الرئيس كان قاعد كده أيوة. وجنب منه كده احمد اسماعيل وبعد منه رئيس الافكار مش كان يمينه كان يمينه كده وقاعد اسمه عبد الفتاح عبد الله كان وزير دوله وزير دوله قاعد الناحيه الثانيه المهم ما كانش الرئيس حسني مبارك في الصوره يعني ايه مش في الصوره لا في الصوره دي في الصوره دي في الصوره دي لا لا لا, 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 لا. طيب حضرتك كان يمكن القضاء على الثغره يعني وده الخلاف اللي حصل بين الفريق سعد الشاذلي وبين رئيس انور السادات هل كان يمكن القضاء على الثغره وبالتالي ما نخشش في عمليه التفاوض مع اسرائيل؟ احنا عملنا خطه لتدمير الثغره باستخدام ثلاث فرق مدرعه وميكانيكيه حوطنا الثغره دي كلها وعملنا مخطط لها خطه كامله انها تتنفذ وليه بقى كسب بقى واحنا مصدقين على الخطه نشوف يعني قد ايه عندهم قدره على انهم يعرفوا معلومات حاجه غريبه جدا يعني احنا قاعدين في الغرفه ومشتغل في الخطه دي داخل الغرف ومحدش بيطلع يروح بيتهم ولا حاجه ازاي دول فجاء قال له حتى اول ما جه قابل الرئيس وقال له احنا عارفين ان انتوا بتعملوا مخطط لتدمير الثغره وانا جاي بقول اهو احنا ممكن نخليهم ينسحبوا من الغرب الى الشرق مره ثانيه بس لهم طلبين الطلب الاولاني نفتح حصار البحر الاحمر اللي احنا عاملينه في باب المندب مودين سفينه عندنا هناك في باب المندب قافله باب المندب ودمرت مدمره كانت ودمرت مركبين لاسرائيل في المنطقه هناك غيره ومنعت العبور اي مراكب بترول ولا بتاعت وقت تطلع على اسرائيل قفلت العمليه دي من باب المندب بتاعنا دي نمره واحد نمره اثنين طبعا القوات المسلحه عدت بقى هي ودخلت وبتاع كلام من ده حصلت عمليه الثغره دي فكان الطلب الثاني ايه يا فندم؟ نعم الطلب الثاني الطلب الثاني قال له في نقطه قويه على البحر الابيض بعيده شرق بور فؤاد عند لا اكتر من كده حوالي 25 كيلو من بور فؤاد دي النقطة الوحيدة اللي في خط بارليف كله ما اتدمرتش. فقال له بس نحافظ عليها يعني كرمز كده ان احنا كل نقطنا اتدمرت عددية. فقال له الاثنين دول لو اتنفذوا هم هينسحبوا كلهم من غرب القناة إلى شرق القناة. الرئيس قال له موافق وتم فعلا انسحاب كل القوات اللي عدت من إلى الغرب إلى شرق القناة واستعدنا احنا أوضاعنا تاني. ثم بدأوا كمان يبعدوا خطوة ثالثة بعد كده يعني عملوا وسمة تاني شرقا واحنا خدنا وسمة للأمام بعد كده توقف العملية على أساس ان يبدأ بقى عملية التفاوض للسلام مفاوضات السلام خدت بقى بعد كده سنة قبل ما نخش مفاوضات السلام تاخد كم معلقة سكر فيه معلقة واحدة بوفر لك يعني طيب السؤال هنا يا سياده اللواء هل كان يستطيع الرئيس السادات ان يستمر في الحرب ولا يقبل وقف اطلاق النار؟
يعني يستمر وتستمر القتال، لان البعض بيرى ان كان المفروض رئيس السادات والجيش المصري يستكمل مرحله الهجوم على سيناء وياخد اكتر من المساحه اللي واقفه. هل كان فعلا قرار سياسي حكيم ام قرار سياسي مشوك ببعض علامات الاستفهام اللي بيحاول يروجها البعض؟ عشان نهم الحرب ورئيس الدولة سائل القوات المسلحة تقدروا تعملوا ايه؟ فكان قدامنا ثلاث حلول، يا حرب شاملة نصل الى خط الحدود، يا حرب محدودة نعمل بيها مرحلة واحدة بس ونتوقف، يا ما نقومش بعملات ونعمل تاني حرب استنزافية. ادي الثلاث حلول اللي كانوا موجودين. طيب الحل الاول، هل عندنا في استطاعتنا وقدراتنا وامكانياتنا والتسعير اللي عندنا ومقارنتنا بالعدو اللي قدامنا تخلينا نقدر في عملية واحدة نوصل لغاية خط الحدود؟ ما كانش فيهم، يبقى استبعدنا هذا الحل لانه ما نقدرش عليه ان شاء الله. اثنين، هل نقبل اننا نعمل وقف اطلاق نار لمدة تانية اطول من كده؟ لا، احنا خلاص الناس زهقت خلاص، حتى العساكر نفسها بدأت تقول متى سنحارب، متى سنحارب امتى؟ ما تدونا بقى الفرصة خلاص، احنا يعني اتملينا بقى وعايزين ننفذ بقى ونحارب. طيب يبقى اذا الحل الثالث هو ان نحارب بقدر اللي ممكن اننا نعمله اللي هو اللي تم ده، ان بناخد مرحلة إذا قدرنا ناخدها اللي هي بتاع بخط 10 15 كيلو من القناة، وإذا قدرنا نعمل عملية التطوير لغاية لما نوصل لخط اسمه خط المضايق، يعني حاجة بتاع 30 40 كيلو نقدر نعمل كده، أكتر من كده ما نقدرش، ونقف على كده لغاية لما نعيد تكويننا تاني ونعيد إمكانياتنا تاني ونصعيد الخسائر اللي خسرناها ونقوم بحرب تانية. إذا يعني دوك هم ما قابلوش إنهم ينسحبوا ناخد جزء تاني وهكذا، ناخد الحرب على مراحل طبقا الامكانيات اللي موجوده في ايدينا. احنا ناس مش هنحارب بالعافيه، يعني هي عمليه مش عافيه، عمليه حساب، دبابه قصاد دبابه، طياره قدام طياره، مقاتل قدام مقاتل، سلاح قدام سلاح. احنا ما عندناش امريكا طبعا ما تديناش حاجه، بتدي اسرائيل بتدي له احدث حاجه. الروس كانوا بيدونا بالقطاره في هذا الوقت، ويعني مش بدونا على اللي احنا عايزينه، على الاحدث كمان، بدونا مش الاحدث قوي، واخد بالك؟ برضه من مصلحتهم الظاهر كان واقف اطلاق النار والتهدئه دي كلها، انما مش مصلحتنا احنا. فاذا كان لازم احنا نحرك الموقف بقى. طب ما حدثت الوقوف عنده قبل المفاوضات، هل يرضيك كقائد عسكري؟ اه طبعا. واحنا المخططين يعني ما كنتش تقدر، ما كناش نقدر نحرك لا سنتيمتر بعد كده، اكتر من كده حاولنا نعمل عمليه التطوير، اتضربت كل الطيران الدبابات والحاجات اللي طلعت وحاولت توصل ل6 كيلو 5 كيلو خارج المنطقه اللي احنا استقلينا عليها، فيها خسائر كثيره جدا حصلت فيها. فكان هو ده المخطط، فنمشي حسب المخطط افضل. طب سياده اللواء، طب ليه المشير الجمصي بكى عند مخاطرة كيلو 101؟ بكى لانه هو كرجل عسكري حس ان دي اهانه ليه هو، ان هو يروح يقابل الخصم بتاعه. فكان متردد جدا لدرجه قال لي البس منعم عشان تطلع معايا. وبعدين رجع قال لي لا خليك انت، طيب زي بعض مش عارف تعايا يا فلان، بقى متردد كده ياخد مين وياه. وبعدين يقول له يا فندم اطلع انا اللي هروح اعمل. قال له ايوه انت، انا عارف ان انت تقدر تعمل مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بانهم ينسحبوا، تعرف خط المضايق وبتاع الكلام ده. ففعلا راح، وانا ما رحتش يعني بعد ما قال لي تعالى وجهز نفسك وجهز نفسك وسلاحي في جيبي وبتاع وقف يعني معايا في الاسم بتاعي، وراح فعلا. هو ده اللي خلاه بكى، يعني ان هو يوصل يعني لمرحله ان هو يروح يقابل الخصم بتاعه، صعبت عليه نفسه يعني. حضرتك كنت مع ان هو يروح ولا لا؟ لا طبعا يروح، اصل الجمسي ده كوماندان انا خدمت معاه من وانا ملازم. امال هو خدني ليه هيئه العمليات كظابط قطر؟ من معرفتي بيه وانا ملازم وهو كان مقدم، وخدمت معاه تحت قيادته كده فتره، حس بيا يعني قدرني الراجل، ولما جه يجهز نفسه للحرب بتاع طلبني اكون في الهيئه معاه، وهو كان قبل كده رئيس اركان الجيش الثاني وانا ظابط عمليات ظابط الخطط بتاع الجيش.
وخدني عنده في نهايه العمليات في فرع الخطط. مفيش ضابط بيجي من بره على فرع الخطط ده على فكره يعني. فرع ده اكبر فرع موجود جوه وله مكانه معينه، هو ده الخطط الحربيه كلها عنده. الافرع الثانيه لا، فانا جاي من بره على الفرع على طول، ودي ما حصلتش دايما، كان ينقي من داخل الهيئه للفرع ده، انا جايبني من بره على الفرع على طول. يعني هو تقديره ليا كده، وانا بشكره طبعا على هذا التقدير الله يرحمه. سبت اللواء هو ليه القاده الافزاز في القوات المسلحه بيتم ابعادهم عن الصوره حين تزداد شعبيتهم؟ يعني المشير الجمصي حين ازدادت شعبيته تم استبعاده من المشهد، المشير ابو غزاله حين زادت شعبيته تم استبعاده من المشهد، هو ايه الحكايه؟ يعني الناس بتسال في الشارع، هو القاده يعني الصوره ما تحتملش الا واحد بس؟ والله سؤال محرج. سؤال محرج يعني. اولا دول القاده بتوعني طبعا. ما اعرفش يعني، يمكن انور السادات له وجهه نظر اخرى يعني، والكفايه هم حققوا هدف رقاهم الى الرتب الاعلى، الوزير رقاه الى رتبه المشير، الجمسي رقاه الى فريق ثم فريق اول ثم مشير برضه وهكذا يعني، خدوا اكبر رتب في القوات المسلحه. واي انسان في الدنيا مش يتمنى ان هو يكون على راس المنشأة بتاعته، يبقى رئيس هذه المنشأة هو دي أكبر حاجة، ما يطلعش بقى أكتر من كده يعني، ربنا بقى هو اللي بيدي أكتر. لا بس هو واضح إن مش الرئيس السادات بس، ما هو الرئيس حسني مبارك برضه أيضا أزاح أبو غزالة، فواضح إنها معلش يعني كان الدفعة الدفعة. طيب العودة تاني للمفاوضات، هل كانت تستطيع المفاوضات المصرية، يعني احنا خدنا الحرب والحمد لله حققناها، هل كانت المفاوضات السياسية مع اسرائيل على نفس المستوى مثل الحروب العسكرية؟ يعني هل ارضتك نتيجة المفاوضات في كامب ديفيد ووصلنا الى الصيغة الموجودة في تقسيم سيناء لعدة مناطق وعزل سيناء من السلاح وغيره وغيره، والشكل النهائي اتفاقية كامب ديفيد، هل أرضتك كعسكري؟ طبعا اتفاقية صحيحة 100%، واحنا اقتنصنا هذه الاتفاقية يعني. اقتنصنا لأنهم ما كانوش عايزين يعملوا كده خالص. كانوا عايزين يخلوها منطقة منزوعة السلاح، بمعناه يعني منزوعة السلاح. إنما لا، هي مش منزوعة السلاح، لا إما حضرتك القوات اللي احنا بنقول عليها الشرطه في الاول، هي مش شرطه طبعا، بس احنا بنلبسنا لبس الشرطه. لا انا اقصد التسليح يا فندم، يعني التسليح الخفيف ومش تسليح. انت داخل سلام ولا داخل لحاجه تحارب؟ داخل ايه؟ لا داخل حدودي. سلام ولا حرب؟ طب ما سلام بس الحدود. طيب الحدود بتاعتك، وانا عشان ادافع عن القهوه لازم اقف بره عند الشجره دي؟ طب ما ابعد شويه اروح عند اول الشارع وراء الاول الشارع. يعني اذا عمليه ادافع عن القهوه منين؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من على حسب امكانياتك بقى. لو عندك 100 واحد حط 10 يمين و10 شمال في الشارع و8 هنا و10 هنا و8 8. انما لو عندك اربعه تعمل ايه؟ تطورهم ولا تقف على الاول؟ بس هو ده اللي حصل. ممكن شويه شاي علشان انت كده معقوله الشاي؟ انا مش عاوز اصل انت صراحه مشتاقين جدا للحديث مع سيادتك فندم، ويعني لان حضرتك بتدخلنا جوه المشهد، احنا عاده قاعدين خارج المشهد بنتفرج على ما يسرب الينا، لكن لما يبقى انا معايا واحد من الابطال اللي كانوا داخل المشهد فالكواليس عزيزة علينا. احنا خدنا القرارات التي تتناسب مع اوضاعنا في ظل الظروف اللي كانت قائمة في هذا الوقت، فخدنا انسب قرارات لدرجة ان انور السادات جه في اثناء المحادثات هناك قال خلاص انا الغي المحادثات مش مكمل وجهزوا الطيارة نرجع. ده في كامب ديفيد عمل نوع من الضغط على الامريكان، قالوا لا 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 استنى بس هنتفاهم وبتاع، ورجع تاني عشان في نقطتين كده كان هو مصمم عليهم، ف
فاليهود قالوا خلاص ماشي موفيد، بس كسب النقطتين بين عملية ان هو يزعل وقال خلاص هاتوا الطيارة هاتوا الوفد يلا تنانا ماشيين مش منكمل ولا بتاع. لعب برضو لعبة سياسية ومع ذلك اعترض الدبلوماسيين، اعترض الدبلوماسيين اسماعيل فهمي استقال وتهم استقال، يعني مجموعة من الدبلوماسيين اعترضوا وكان فيه وجهات نظر محترمة. يعني نجحنا عسكريا انهم احنا نسلمناهم كده، سياسيا نسلمناهم ايه؟ ما خدوش ولا زارة رملة من سينا، وانا اللي خدنا طبعا. هو لا، هو البعض بيرى يا فندم ان ان مصر خرجت من دايره المواجهه، وده كان مكسب كبير لاسرائيل، يعني ان مصر تخرج من دايره الصراع العربي الاسرائيلي مقابل انها تاخد سيناء، من وجهه نظر البعض برضه منقوصه السياده، ومن وجهه نظر المعارضين او وجهه النظر الاخرى خدنا سيناء منقوصه السياده، خرجت يعني مصر من دايره الصراع العربي الاسرائيلي يعني، وبالتالي اسرائيل طلعت مستفيده وحصل انها يعني بعد ده كله عايز تقول ان احنا اخطأنا اننا خدنا سينا وكان لازم مننا ناخدها بقوة السلاح؟ لا انا مش بقول كده، فانا هو كده اللي انت ما ده ضد ما فيش لا انا خدناها بلا يعني خدنا القتال جزء لا السياسه جزء تاني تمام انا عايز ايه من الجزء لا انا بتكلم يا فندم انا لازم ادافع عن خط يعني انا بقى ادافع عن القهوه من جوه باب القهوه ولا في الشارع الشارع طبعا بس خلاص يبقى هو ده اللي حاصل. طيب هل الاتفاقيه كامب ديفيد مع بعض بيرى انها زي ما بيقول سحبت مصر من معركه الصراع العربي الاسرائيلي يعني؟ لا ليه؟ ما دخلت سوريا معانا في عمليه الاتفاق. لا انا بتكلم على كامب ديفيد، على كامب ديفيد معلش الناس كلها قعدت تقول على مصر مش مصر وبتاع، شوف لي الدول العربيه كلها عملت ايه؟ قول لي كده دوله عملت ايه؟ غير اللي عملته مصر وقاست مصر في سبيل الوطن العربي. لا لا اكتر من كده، انا بقرا ان السادات لما قلنا الحرب بتاعت القوات العرب كله احنا اللي حاربنا اسرائيل واحنا اللي انتصرنا على اسرائيل واحنا اللي هاجمنا اسرائيل واحنا اللي يعني وهم اللي استفادوا من مفاجاه الحرب في البترول لا انا بتكلم في فكره ان البعض يعني ما ان البعض لما بيرى ان ما اسرائيل مصر كسبت سيناء هو البعض ده انا بيهمنيش البعض ده نص في البعض انا ليه الاساس الاساس حققنا لنا هدفنا ولا لا استعدنا نفسنا ولا قاعد انت دلوقتي في الحريه وبتاع بتتكلم عمال تتكلم كلام يا راجل مش احسن كنت مش قادر تقول الكلمه دي ولا لا سيناء محتله كنت بسيناء محتله علينا ولا بتاع يعني لا الوضع اختلف تمام القوة العسكرية لمصر يا فندم يعني البعض يعني بيطمئن في ظل الظروف الدولة في المنطقة القوة العسكرية المصرية تتراوح بين 6 إلى 10 من القوة العالمية كلها ترتيبها النمرة 6 إلى 10 في ناس بتقدرها 6 وناس بتقدرها 7 لغاية 10 لحد 10 إنما بقى 1 و2 و3 و4 و5 اللي هم قابلينا دول روسيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والصين والصين طيب حضرتك كراجل عسكري كيف تنظر للمنطقة الآن؟ المنطقة العربية الآن في ظل المنطقة العربية حالة التفتت هناك رأي دولي دولي وطبعا يعني امريكا هي اللي بتتزعمه ان لابد من تقسيم الدول العربية الى دويلات حتى تظهر اسرائيل وهي الدولة الكبرى في المنطقة والناس كلها نايمة مش حاسة بأي حاجة خالص هم عايزين يفتتوا يعني خلوا مثلا مصر 5 دول السعودية 4-5 دول سوريا ثلاث دول العراق والشرق العراق عندما تتفتت الدول دي كلها الى دويلات تصبح اسرائيل هي الدوله العظمى في المنطقه بالسلاح بقى بتاعها والنووي واللي كذا واللي كذا واللي كذا تبقى مسيطره على المنطقه كلها وده بقى اللي هيريح امريكا في المستقبل يعني القرار العسكري بتتوقع الى اي مدى سوف تنجح هذه الخطه؟ مش هتنجح بالمره خالص ولا مصر هتقبل هذا باذن الله ان شاء الله يعني نحارب امريكا نفسها مش هنقبل ولا نقبل لاي اسلوب
هو ده المقاتل المصري، هو المقاتل المصري حتى لو حاربنا امريكا. يعني مش لن نقبل، مش بتقسيم مصر، لن نقبل بتقسيم المنطقه العربيه اللي هي جزء من الامن القومي المصري طبعا. يعني والله العظيم ما بكسب المباريات الحربيه في امريكا. اللواء عبد المنعم سعيد، عشان بس الناس، انا فعلا انا بحلف ودي صدق، اللواء عبد المنعم سعيد حارب امريكا في المباراه الحربيه وانتصر عليهم في امريكا. مش حصل يا فندم؟ طب نحكي بقى الحكايه يا ست اللواء. هو يحكي ما ست اللواء لا هو في الدراسه هناك، كنت انا بدرس كليه الحرب العليا بالطلع الاول هنا في اكاديميه ناصر، فروحت بعثه هناك في كليه الحرب البريه. فمن ضمن الدراسات بنعمل حاجه اسمها مباراه حربيه، فعينوني ان انا قائد قوات المجابهه للقوات الامريكيه في اوروبا. فبدات انا احط مخططات وهم بيحطوا مخططات، كان كل ده بتدخل على الكمبيوتر زمان بشغل الكمبيوتر. سنه كام يا فندم؟ سنه 81 82 81 82 كنت ايام عميد وترقيت له في الفتره دي وانا هناك في امريكا. وفعلا حصرت القوات الامريكيه كلها وقلت له سلم وارفع رايه التسليم وسلم المباراه وسلم يا فندم وسلم طبعا. يعني قائد مصري خلى القوات الامريكيه في مباراه حربيه وبالتالي اذا رحنا لارض الواقع فده اللي حصل في 73 يا فندم، اللي احنا قدرنا نقف امام القوى الاسرائيليه بالسلاح بتاعها والعتاد بتاعها المتقدم، لكن بالعقيده القتاليه المصريه وبالجند المصري وبالضابط المصري وبالشعب المصري. هل تعتقد سياده اللواء ان حرب اكتوبر هي اخر الحروب بين مصر واسرائيل؟ الى حد ما، ما اقدرش اقول انما اقول الى حد ما. ما اضمنش الجانب الاخر، انا بتكلم على الجانب بتاعنا الى حد ما. انما بقى بكره بعد بكره السنه الجايه السنه اللي بعدها بعد 10 سنين بعد 20 سنه ما اقدرش اتنبا بهذا. طب ممكن لازم اقول الى حد ما. الى حد ممكن تشرب شاي يا فندم؟ هو برد. لا اصل انا عارف ان سياده ليه الصحفي شغال جامد فيا، لان انا عارف ان سياده اللواء النهارده كان يومه مشحون جدا، ويعني لدرجه ان هو استغرب انه محدد حتى كان في واجب عزاء نص ساعه بالظبط من 8 ل 8 ونص، 9 هيكون في التلفزيون، 9 ونص او هيخلص او 10 لربع هيخلص هيجي موقع مصر المحروس، وقبل الفطار كان ايضا يوم حافل مع القنوات الفضائيه. وبالتالي انا حاسس ان انا زي اللي عايز يعني شفطه ميه، فالست اللي هو ادانا شفطه ميه واحنا عطشانين جدا جدا لحجم المعرفه اللي احنا مش عارفينها. يعني خاصة ان في اجيال كتيرة من 73 يعني كبرت جدا وما حصلتش. انا عاوز اسمع حضرتك سيادة اللواء اغنية جميلة وطنية، يعني مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قاعدا للمجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قاعدا للمجد وحدي. وبناة الأموال في سالف التوالي كفى عن الكلام عند التحدي. أنا تاج لائي في مصر
بس احنا مشتاقين لحضرتك ست اللواء عبد المنعم ست اللواء سامح سعيد جدا بس يعني انا محتاج حضرتك تختم اللقاء ست اللواء عبد المنعم سعيد وست اللواء سامح نختمه بكلمة الى الشعب المصري في هذا اليوم 10 رمضان هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مصر تعرضت منذ نشأتها إلى الكثير من المجابهات سواء حروب أو انقلابات أو تعدي على السلطة أو نقل السلطة إلى سلطة ولا آخر. اللي درس التاريخ طبعا في المدارس بدءا من أول مينا لغاية النهاردة بنشوف الأسرة الأولى والأسرة الثانية والأسرة الثالثة والأسرة 18 و20 و30 و33 إلى أن وصلنا النهاردة. فطبيعة الحياة كده البلد بتنهض توصل إلى مرحلة من المراحل تقوم بعض الجماعات المضادة لهذا النظام تقلب النظام وتتولى هي الحكم وهكذا. الشعب المصري شعب صبور وشعب عنده حكمة وشعب عنده نظرة وشعب عنده نفس طويل. هو النهاردة الحمد لله يعني بعد ما مرت الأحداث بتاعتنا من ثورة 25 يناير لغاية النهاردة احنا ما زال بنشوف أحداث بتحصل فرقعة هنا وانفجار هنا وكلام بس أقل عن السنة اللي فاتت وأقل عن السنة اللي قبل اللي فاتت لأن هو بيقل تدريجيا واحدة واحدة. الشعب صبور والشعب يأمل بإذن الله أن يتحد كله تحت زعامة واحدة وتحت رئاسة واحدة وهو اللي اختار هذا الرئيس النهاردة. انا اتمنى انه الراجل ده متميز جدا خلقا وعلما وادبا
وتفكيرا يعني الحقيقه مما يعني شفته عن قرب واعرفه عن قرب، فانا شايف ان هو هديه لمصر فعلا من عند ربنا والله، ان مرت الايام كلها هو كان رافض ان هو يدخل زعامه ويدخل الانتخابات والكلام ده كله، واجبر على ان هو يتقدم، الناس هم اللي طلعوا له ولا لازم تقدم وترشح نفسك رئيسا. فانا شايفه انه ولد يعرف ربنا كويس قوي قوي قوي، دي حاجه يعني نادره بالنسبه للظباط على فكره، احنا الظباط اه والله نادره ان يكون يعني متعمق في الناحيه الدينيه كويس قوي يعني. الحاجه الثانيه مخه، هديكم مثل بسيط جدا قالها لي سواء تاكسي وبيوصلني لمحطه من المحطات، بيقول لي يا فندم الراجل ده فعلا فكره جميل قوي، انا كنت عسكري عنده في الفرقه بتاعته، الفرقه اللي هو كان قائدها في الفرقه الثانيه. بيقول يا فندم بعد ما عمل تفتيش المشير الطنطاوي، عمل تفتيش حرب على الفرقه ونجحت وجابت نتيجه كويسه، فادى الفرقه هديه 3 مليون جنيه وقال له خد يا قائد الفرقه 3 مليون اتصرف فيهم زي ما انت عايز، وزع على الناس وبتاع الكلام ده كله. بقيه الفرق اللي تمت زيه كده عملوا ايه؟ هو خد مثلا 500 جنيه وادى الرئيس الاركان بتاعه 400 جنيه، وخدت الالويه كل واحد 300 جنيه، وخدت الكتائب كل واحد 100 جنيه، وهو مش عارف الغتم العسكري ياخد 2 جنيه 3 جنيه وحاجه زي كده يعني. وال 3 مليون جنيه اتفرقوا على الناس كلها وصرفوها في 15 يوم ولا 10 ايام ولا اسبوع ولا يوم وخلصت الفلوس، تمام؟ هو كان قائد الفرقه وخد المبلغ، فلم الناس وجاء قال لهم يا جماعه احنا لو وزعنا كده زي بقيه الفرق ما بتحصل، بتتفرتك الفلوس في ايدينا وبتخلص ما بنحسش بحاجه خالص، انما احنا هنقصنا حاجات الجيش مش بيجيبها لنا، يعني الملاجئ بتاعت العساكر او العنابر بتاع العساكر عايزه مراوح في الحر بنشتري مراوح، عايزه ثلاجه كل ما عنبر نجيب ثلاجه ثلج تعمل تل وتعمل يحطوا فيها سندوتشات يعملوا بتاع يعني يحتفظوا بيها اكلوهم حاجه مفيده وهكذا. ايه رايكم بدل ما نوزع فلوس نجيب احنا الاحتياجات اللي احنا عايزينها نكتبها في كاش ونجيبها للوحدات كلها، وفعلا صرف المبلغ كله مش لهذه المعدات المساعده للفرقه كلها، كان احسن في شوف ده طريقه تفكيره في حل اي مشكله من المشاكل، ده يعني دي نبذه كده من حياته الشخصيه. انا اتمنى له التوفيق، وانا عندي في لقاء معاه بكره ان شاء الله اقدر يعني نقعد نبلغه تحياتكم ليه، يا ريت تبلغوا مقهى مصر المحروس وجمهور السيده زينب ان شاء الله بيبلغوا السلام. سياده اللواء سامح، ماذا تقول للشعب المصري؟ سياده اللواء، لا سياده اللواء تحياتنا، بلغ تحياتنا. ست اللواء سامح، ماذا تقول؟ انا عايز اقول جمله بسيطه كده وسهله. الجمله البسيطه والسهله لو بنبص حوالينا نلاقي انهيار اول اي دوله، انهيار اي دوله حوالينا يبدا من انهيار القوات المسلحه بتاعتها. يعني العراق لما جت امريكا تدمر العراق دمرت القوات المسلحه بتاعتها. لما امريكا والحزب الحلف الناتو حب يدمر ليبيا دمر القوات المسلحه بتاعتها. اليمن اي دوله نشاور عليها هنلاقي ان اول من بيدمر فيها القوات المسلحه الا مصر. الا مصر ليه؟ لحاجتين عاملين رئيسيين. اول حاجه ايمان الشعب المصري، ايمان الشعب المصري بوطنيه الجيش المصري. الشعب المصري عارف تماما ان الجيش منه وان الجيش بيدافع عنه. النقطة الثانية حرص القوات المسلحة على الحفاظ على الامن القومي، ليس المصري فقط ولكن المصري والعربي، وده اللي خلى مصر دايما انها تقبل التحدي. عشان كده بقول لكل المصريين تقربوا حافظوا على قواتكم المسلحة، قواتكم المسلحة منكم وليكم، ودايما هيستمر عزة مصر ورفعتها بعلو وسمو القوات المسلحة بتاعتها. شكرا جزيلا. في نهاية هذا اللقاء بنقول تعظيم سلام للجيش المصري، تعظيم سلام للعسكري المصري، تعظيم سلام للضابط المصري، تعظيم سلام لقواتنا المسلحة، وعاشت مصر حرة ومواطن
المصري البسيط بشعبها بجيشها بقواتها بكل افرادها. تعظيم سلام لكل هؤلاء مفردات الدولة المصرية. تعظيم سلام. في نهاية هذا اللقاء بيسعدنا فندم ان احنا نهدي شهادة تقدير سيادة اللواء عبد المنعم سعيد من مشاركتك في مقهى مصر المحروسة. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. كما يكرم سيادة اللواء الدكتور سامح أبو هشيمة. شكرا فندم.